احنا درنا الاضراب اليوم اضراب عام لانه وقف الحوار مع الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الصحه. المطالب ديالنا محطوطين عندهم هذه من 2019 وبقاو المطالب كاينين في البرلمان مازال ما توصلنا حتى شي حل. درنا حملات باش نفسروا للناس بان احنا غنغلقوا الصيدليه نهار 13 ابريل وهذا الشيء كنعلموهم من مده 15 يوم حنا كنعلموهم. دونك درنا دي زافيش لصقناهم كنفسروا لهم بانهم خصهم ياخذوا كاع الادويه ديالهم سورتو الاكثريه الادويه ديال الامراض المزمنه والحليب اللي رضع. دونك علمناهم في هذا الشيء. واليوم كاينين بالحالات المستعجله كاينين مستعجلات في جميع لي زوبيتو في كل المستشفيات كاين هذا الشيء. ودرنا واحد لا سيلول سميناها سيلول دو كريز باش اذا بغاو شي حاجه يمكن لهم يتصلوا بنا. الوغ الرساله اللي عندنا حنايا اننا حنا بغينا حنايا واحد المهنه دخل فيها بزاف ديال الحاجات. حنايا تابعين وزاره الصحه ايه ولكن تابعين حتى بزاف ديال الوزارات، الوزاره ديال الفلاحه لان حنا كنديروا لي فاكسان، وزاره ديال الماليه بالنسبه للاثمنه بين بزاف. حنا اش كنطلبوا اليوم بان حنا بغينا نجلسوا مع رئيس الحكومه ونوريو له حنايا المتطلبات ديالنا اللي حنايا خدمنا عليها وهذا الشيء قديم قبل ما يمكننا ندوزوا للانتخابات. هذا الشيء من 2019 وحنايا طالبين هذا الشيء. واذا ما كانش حوار نعاودوا ان شاء الله نديروا اضراب واحد اخر. وحنا بغينا نبينوا بان حنا داخلين في المشروع الملكي لان حنا كصيادله حنا محور في هذه المنظومه الى جانب زملائنا. حنايا راه كنلعبوا دور في الصناعه ديال الدواء، في التوزيع ديال الدواء، في التحليل ديال الوصفات الطبيه.